حقيقة ما اعرفش، انا عندي تقرير لصغار المنتجين ايضا صورته معاهم في معرض اجرينا، نشوفه حضرتك لانه ايضا بيحمل حلو. مجموعه هموم قوي علشان عايزين نتكلم على البتلو، عن موضوع البتلو. هات شوفي اخر الفرجات. حاجه في ماشي. ماشي يا شباب، نشوف التقرير ونرجع تاني. التطعيمات والادويه غالبا بنحصن ونعالج ونلاقي مفيش نتيجه، ما نعرفش، عايزين نحدد المشكله. يا ريت يبقى في مثلا ناس من المسؤولين ينزلوا يشوفوا عينات، لما يكون في اي مشكله ينزل مسؤولين يشوفوا لنا المشكله، معامل وعينات ويشوفوا لنا، يحددوا لنا المشكله عشان نتفاداها بعد كده. احنا بنطالب جميع الوزارات ان دلوقتي يبقى في تحديد للبورصه، السعر لوزاره الزراعه هي اللي تطلعه وتقول السعر كذا والتنفيذ كذا النهارده. كان انا النهارده 2 سماسره ولا 5 سماسره قاعدين على القهاوي، هم اللي بيتحكموا في سوق الدواجن كله في مصر. مشكلتنا في الدواجن كلها الاعلاف، الاعلاف حضرتك في سموم كتير في الذره، في مشكله في التحصينات اللي جايه من بره كلها. نحصن الكتاكيت من هنا ونحصن القطيع من هنا، يجي لك مشاكل كبيره في كتير في القطيع. خدنا تحصين معين من شركه معينه وحقناه، وبعدين اتضح بعد كده ان فشل عند ناس كتيره. هؤلاء الناس وانا واحد منهم حاولنا نتبع حتى الطرق القانونيه عشان نثبت حقنا، لم نستطع ان احنا نثبت الكلام ده. ليه؟ لان وزاره الزراعه واللي هو مسؤول عن استقبال العينات عشان تاخد تقرير رسمي بالعينه وايه اسباب المشكله وليه التحصين ما سدش الفجوه ديت يعني بشكل مؤكد، رفضوا في المعمل هناك، قالوا ممنوع ان احنا نطلع تقرير وممنوع ان احنا نستلم عينات ولم نحصل على تقرير رسمي من طب نروح نعمل فين في معامل، مش دي الجهه الحكوميه اللي المنوط بها ان هي تدينا تقرير؟ ده حصل. احنا بنقدم ورق وبنقدم طلبات وبناشد انا وزير الزراعه، بقول له احنا عايزين عوده البتلو تاني، لان الثروه الحيوانيه في ايد الفلاح المصري مش في ايد الشركات، لازم يقف جنب الفلاح في الحكايه دي، لازم يقف جنب الفلاح في الحكايه دي. تاني وتالت المشروع اللي اتوافق عليه واللي تم الاعلان عنه على مستوى الجمهوريه، مش في مصر الزراعيه بس بل في الصحف وفي كل تلفزيونات مصر، لازم يبقى عندك عجل، تنزل لجنه تعين عندك عجل، اداته رقم، خدت اسمك، اتقال ان ده ملكك، بتاخد عليه ورقه، بتطلع للبنك الزراعي المصري، بيتحدد له قرض بنسبه 5% فايده متناقصه. ده ما حصلش لا حتى الان وحتى تاريخه لم يحدث، وبالادله والبراهين، ومستعد اجيب لك اسماء واجيب لك ناس راحت لغايه مديريه الطب البيطري وراحوا المحافظه وراحوا البنوك ولم تنفذ هذا الكلام لغايه اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دي. امثال واللقاحات عندنا في مصر مضروبه تماما، لان احنا بنعتمد على ان احنا نستورد معظم الامثال واللقاحات، ودي بتتاخد من عطره من غير اللي موجود عندنا في بلادنا. يعني عندنا في بلادنا هنا ناخد العطره بتاعتنا ونعمل عليها المصري واللقاح بتاعنا. احنا لما رحنا نجيب من الصين لقينا الصين نفسها عامله 10 مصانع في كل منطقه، مصنع بيطلع عطرات تخص منطقته، ما ينفعش ياخد من المنطقه دي لدي. احنا بنروح نجيب منهم من شركه منهم ونيجي هنا ندي، فبالتالي ما بتديش نتائج بل بتدي نتائج عكسيه، فدي بتبهدل كتير من فراخ الايه؟ المربي مالوش ذنب ياخد المصل ويدي ويقوم يدي له نتيجه عكسيه. كذلك الادويه مشكله كبيره جدا في مصر، نسبه الغش في الادويه فوق الوصف. كتير من الناس دكتور اكتب له يا عم هات دواء كذا، حط دواء كذا، حط دواء كذا، مربي يصرف والنتيجه ما فيش. فده لو احنا قدرنا نحط ايدينا على تظبيط الادويه والامصال واللقاحات اكيد هناخد حل كبير لمشكله الدواجن في مصر.